السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انت حيت رقم من داخل مملكه ابراهيم الكبرى المتواضعه. اتمنى تدعمونا باللايك والشير والكومنتات الجميله عشان نوصلكم كل ما هو جديد من داخل مملكتنا المتواضعه على اليوتيوب بمملكه ابراهيم الكبرى. صباحكم زي العسل كده يا رب، دايما كده يا رب تكونوا في احلى الاوقات كده ومبسوطين وسعد يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروا كده سلسله حلقات جميله من مملكتنا المتواضعه. انا صحيت النهارده على تليفون من الناس اللي شغاله معايا، قالوا لي التعابين ثابت كلها، ولما رحت ادور على التعابين لقيتها بتتشمس في الشمس زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، خلق فأبدع بجد. دي الأصالات الشبكية أو الأصالات المشبكة، من أضخم التعابين في العالم أو من أضخم الأصالات في العالم. يصل طولها 12 متر. من التعابين العاصرة، دي غير سامة خالص. تعابين جميلة زي ما احنا شايفين كده، وكيوت جدا جدا جدا. واتمنى تدعمونا باللايكات والشير والكومنتات الجميلة يا احسن فانز عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من داخل مملكتنا المتواضعه. زي ما انتم شايفين كده، يعني من الطبيعه كده حاجه جميله. بسم الله ما شاء الله بجد، في النجيله كده جوهم ولعبهم شكله جميل جدا جدا جدا. شايفين يا جماعه تطلع لسانها ازاي وجوها عامل ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله بجد، خلق فابدع. بسم الله ما شاء الله. اتمنى تدعمونا بقى باللايكات والشير والكومنتات الجميله عشان يوصلوك كل ما هو جديد من داخل مملكتنا المتواضعه يا احسن فانز. وتكتبوا لي في الكومنتات هل الفيديو ده عجبكم ولا لا، وعاوزيننا نعمل ايه في الفيديو الجاي، والفكره الجايه تبقى ايه، مع انهي حيوان ولا انهي زاحف. باذن الله في سلسله حلقات متميزه وجميله جدا جدا هتعجب كل الساده المشاهدين وكل متابعيني على قناتي على اليوتيوب وقناتي على الفيسبوك مملكه ابراهيم الكبرى. انتظروا كل ما هو غريب وكل ما هو عجيب معانا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده بالصغيرين، في واحده داخله على 3 متر وواحده 3 متر. زي ما احنا مكملين كده الفيديو بقى. بسم الله ما شاء الله، الاصله فيهم واحده 3 متر، 3 متر بالظبط، وواحده 3 متر وربع. يعني من اجمل الاصالات في العالم، هي الاصله الشبكيه والاصله المشبكه، من الاصالات اللي اعصابها كويس جدا وسهل تربيتها، واصله جميله جدا في لعبها وهزارها، يعني حاجه كده. بسم الله ما شاء الله، خلق فابدع بجد، حاجه كيوت كده وجميله. بس ما انصحش اي حد يجيبها وهي كبيره طبعا، لازم يجيبها وهي صغيره بيبي عشان يبتدي اللي هي تتاقلم على عليه وتتاقلم على اللعب بتاعه والجو بتاعها، ويشيل منها غريزه الافتراس بتاعتها اللي هي تبقى في البريه. خلي بالكم من اشرس الاصالات في العالم هي الاصله الشبكيه، هي والاصله الالاكوندا او الالاكوندا بصفه عامه، من اشرس الاصالات في العالم. اتمنى تدعمونا باللايكات والشير والكومنتات الجميله يا احسن فانز على قناتنا على اليوتيوب والفيسبوك مملكه ابراهيم الكبرى. شايفين كده الحلاوه وعيونها الجميله والوانها التحفه؟ بسم الله ما شاء الله، خلق فابدع بجد. يعني ربنا له حكمه في كل شيء على وجه الارض، مش بشر بس، بشر وحيوانات وزواحف. يعني من اجمل المتعه اللي انت تشوف الحاجه كده وهي بتلعب قدامك وبالشكل الجميل ده. يعني انتوا شايفين الجو؟ بسم الله ما شاء الله. يعني هسيبكم بقى تكملوا الفيديو مع نفسكم كده، وتقولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات في الاخر هل الفيديو عجبكم ولا لا، عشان يوصلوا كل ما هو جديد من داخل مملكتنا المتواضعه. واتمنى تنشروا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم، مع تحياتي لكم ابراهيم الكبرى.